تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية وصباح الخميس الونيس. مستمعينا نرحب فيكم في برنامجنا الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع اليوم عندنا أستاذ وائل قواسمة. معاكم اليوم في التقديم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، نذكركم أن لقاح كوفيد-19 أصبح متوفر في المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي. الأنواع المتوفرة عندنا هو لقاح فايزر بايونتك، أوكسفورد أسترازينيكا، وساينوفارم. فاللي ما أخذ التطعيم وما أخذ موعد للتطعيم يبادر بأخذ الموعد في أسرع وقت ممكن، لأن اللقاح إحدى الطرق اللي ممكن تحمينا من جائحة كوفيد-19. وننتقل إلى الخبر العالمي، ودراسة اليوم تقول إن اكتشفوا العلماء علاقة جديدة بين الشاي الأخضر أو الأسود بضغط الدم. الدراسة تقول إن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر أو الأسود تعمل على إرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدار الأوعية الدموية، وطبعا هذا الاكتشاف ممكن يؤدي في طفرة في تصميم أدوية جديدة لخفض ضغط الدم. ونشرت الدراسة Cellular Physiology and Biochemistry وأجريت من قبل جيفري أبوت الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، وأيضا كيتلين ريدفورد طالبة الدراسات العليا في مختبر أبوت. وقالت الدراسة أن المركبين من نوع الكاتشين من صنف الفلافونويد الموجودين في الشاي يعملان على تنشيط نوع معين من بروتين القناة الأيونية، ويسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتشار خارج الخلايا مما يؤدي إلى استثارة الخلايا، وهذا الشيء يؤدي إلى أن ضغط الدم الأوعية الدموية بترتخي، وهذا يؤثر في تقليل ضغط الدم. فهاي كانت دراستنا لليوم، ومن دراسة اليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي صرنا متعودين عليها وبتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمى. صبحتم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، نبداها بمجموعة. أول شيء بالخبر الخاص أن مركز دبي للتبرع بالدم يجدد اعتماده الدولي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، وقامت هذا بنسبة امتثال وتطبيق للمعايير العالمية المطلوبة، وصلت 100%. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصل للقنوات التواصل الاجتماعي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتطعيم، منها هل التطعيم يمكن السفر إلى دبي كسائح لأخذ التطعيم؟ الجواب هو لا، التطعيم هو موجود للمواطنين والمقيمين في دبي. أيضا من ضمن الأسئلة توصلنا هل يمكن أخذ التطعيم بعد الإصابة بكوفيد-19 الجرعة الأولى؟ هيئة الصحة توفر الجرعة الأولى بعد 3 أشهر من الإصابة.
أيضا نحن أيضا سعداء بالرسائل الإيجابية اللي توصلنا من قبل الجمهور حول مراكز التطعيم، ونشكرهم يعني كل الشكر على مشاركتهم تجربتهم. نتمنى أيضا يستمرون بمشاركتهم ويسوون تاج على DHA_Dubai. نأكد أيضا بأن بين يوم خميس، ونتمنى الناس كلها تستانس وتطلع وتنبسط إن شاء الله، لكن عدم نسيان الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة، التباعد الجسدي، وغسل اليدين. تقريبا هاي من الأشياء المهمة ونأكد عليها بشكل مستمر. ودائما دائما نتمنى أنهم يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب لمتابعة كل جديد مما يتعلق بالتطعيم وكوفيد 19 والنصائح الصحية الأخرى. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة اسم الجناحي. اليوم الأخبار قليلة، يمكن ما تبي تتقل علينا لأنه الخميس الونيس، بس أنا أرد أذكركم مستمعينا بالفئات اللي احنا مستهدفينها في المرحلة الثانية من حملاتنا للتطعيم ضد كوفيد 19، وشملنا أفراد، شملنا أفراد المجتمع من فئات أوسع. ما زلنا نغطي المواطنين والمقيمين اللي حاملين إقامة دبي سارية المفعول، بس العمر تغير من 60 إلى 40 سنة، وأيضا صرنا نغطي كبار السن فوق 60 سنة اللي هم قاطنين في دبي ويحملون إقامة من إمارة أخرى. وما زلنا نستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وأيضا صرنا نغطي مواطني دول مجلس التعاون اللي عندهم بطاقة هوية إماراتية. وطبعا ما ننسى خط دفاعنا الأول وأصحاب المهن الحيوية، هاي كلهم الفئات اللي احنا نشملهم الحين في المرحلة الثانية من حملات التطعيم ضد كوفيد 19. كل الحملات وكل التطعيم تنأخذ عن طريق موعد مسبق. تقدرون تحصلون على هذا الموعد إما أن أنتوا تتصلون في رقم اتصالنا الموحد 800-342، أو تدخلون أبليكيشن DHA وتاخذوا لكم الموعد في الوقت اللي يناسبكم وتختارون النوع اللي أنتوا ترتاحوا له. هاي كانت مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا الأعزاء. إذا أنتوا بعدكم ما تفكرون أو ما قررتوا تحصلون على لقاح، أنا أقول لكم حين ادخلوا على الابليكيشن أو اتصلوا في رقمنا وبادروا في أخذ التطعيم، وخصوصا إذا كان عندكم كبار السن خذوا لهم مواعيد. إذا كنتوا تعانون من أصحاب أمراض مزمنة لا تتهاونون في أهمية هذا التطعيم، لأن التطعيم أثبت فعاليته وأثبت ضمانه وأثبت حمايته أيضا للأشخاص. فاللي ما أخذ التطعيم أو ما زال متردد يتوكل على الله ويحصل على اللقاح، وإن شاء الله يدا بيد سوف نتعافى. مستمعينا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بنتحدث اليوم عن موضوع جدا ممتع اللي هي الإسعافات الأولية، اللي هو بيكون تكملة لحلقة الأمس. راح نستمر في حديثنا عن الإسعافات الأولية في المنازل. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعين بإمكانكم تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. استكمالا الحديث أمس عن الإسعافات الأولية في المنزل، واللي احنا نعرف أن من الضروري أن احنا نعرف مهارات الإسعافات الأولية، ولازم احنا نعرف القواعد والأسوء، ونعرف أيضا مهارات سرعة التصرف في مختلف الظروف الصحية، ولا سيما اليوم راح نتحدث عن حوادث الحريق والغرق. هذا الموضوعين جدا مهمين، وعشان نتحدث بالتفصيل الممل يكون معنا الدكتور أحمد عبدو أخصائي أول طب الأطفال في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور أحمد. دكتور أحمد
صباح الخير، اهلا وسهلا. أخير دكتور أحمد، لو تحدثنا عن حوادث الحروق وحوادث الغرق وأهمية أن يكون لدينا الإلمام بقواعد التصرف الأساسية البسيطة في هاي الحالات. أول شيء نتحدث دكتور عن الحروق وشو هي الإسعافات الأولية الخاصة بالحروق. هو أهم حاجة في أن احنا نتجنب الحروق هو أول شيء، فلازم الأهل يبقوا عندهم وعي وإدراك أن ممكن الطفل ده يروح في أي مكان فيه ليه علاقة بأي حاجة سخنة أو حريق أو مادة كيماوية، فنتجنب الحاجات دي نبعدها عن متناول يد الطفل. دي أول حاجة. وأنواع الحروق ممكن تبقى ناتجة من أن الطفل يلصق بجسم ساخن مثلا في الموقد في المكواة، أو أن يكون لقدر الله نار مباشرة عليه أو سوائل ساخنة. أيوة. وبرضو الحروق تتضمن المواد الكيماوية، يعني ممكن مادة كيماوية نعتبرها نوع من أنواع الحروق. يمكن هذا الشيء الناس ما تستوعبه بعد، تتحرى الحروق فقط يعني ماي حار أو لمسنا شيء حار، ما يعرفون عن الحروق الكيميائية بعد دكتور. ما هي الحروق الكيميائية أنا أقول عليها أساس أن معظم الناس عارفة ما حدد يقول كده. الحروق الكيميائية مهمة جدا برضو الواحد يبقى أخذ باله منها. صحيح. مش بس كده، ده في حروق نتيجة تعرض لأشعة الشمس. أيوة. قوية دي النور نعتبره من أنواع الحروق. فنتجنب الحاجات دي، أو يبقى الناس عارفها أن في هذه الأنواع من الحروق، وبالتالي نتجنبها. لكن لا قدر الله وحصل، فهو ده الحالة دي، يبقى الإسعافات الأولية مهمة جدا. تمام. طبعا بالنسبة للحروق المباشرة، أول حاجة لازم نبعد الطفل عن مكان النار، نحاول نطفي النار اللي جات عليه. ده بحالة الحروق اللي هي النار أو السوائل الساخنة اللي هو يعني نبعد السبب. نحافظ على بيئة آمنة للطفل من هاي. ونشيل الملابس بتاعته لو عشان نقلل إن هي تكون لسه ساخنة فتعرضوا لمزيد من الحر. وممكن نحط مثلا قماش عليه تلج لو في ألم بسيط. لو في ألم أقصد طبعا نتيجة الحر، ممكن نحط شوية قماش وفوقهم تلج كده بحيث يخفف الألم. يعني أول شيء دكتور طبعاً. تنصح إن إحنا نحط ثلج أو ماي بارد دكتور؟ لا، القماش وفوقه ثلج. يعني مستمعينا ما تحطون الثلج دايركت على مكان الحرق، تحطون قماش قطعة قماش وبعدين تحطون الثلج فوقها. بحيث تقلل الطبش. أوكي وبعدين دكتور. وبعد كده طبعا المفروض نراعي نشوف التنفس بتاع الطفل، دقات القلب والحاجات دي اللي هي العلامات الحيوية، ونتصل بالطوارئ. أيوه. أو ننقل الطفل. مع ملاحظة أهم شيء في علاج أي طفل في أي وضع مثلا حرق أو غرق أو كده، أن النفس ماشي، الطفل بيتنفس وده قلب موجودة. طب في الحالات دي بنعمل إسعافات الأولية، دي مهمة جدا أن احنا ما يكونش الطفل رقبته متنية بحيث يبقى مفرودة، بحيث تنفس الهواء يبقى ماشي كويس. لقد الله في سوائل أو كده، يفضل الطفل ينام على جنبه على أحد الأجناب مش على ظهره عشان اللسان والحاجات دي والأفرازات ما تخشش جوه. ولو لا قدر الله احتاج إن هو يتعمل له تدليك قلبي أو تنفس صناعي في الحالات دي ممكن، يعني هاي في الحالات الشديدة للحرق الشديدة طبعا. الحالات الشديدة. وإذا الحرق طفيف وخفيف دكتور، هل يحتاج بعد إحنا ناخذه لعيادة؟ والله افضل، لان في اماكن الحرق يختلف، يعني مثلا الحد في اليد مثلا تاثيره بيبقى قوي، لان لو حصل القماش وكده بيأثر على الوظيفه انه يفرد ايده او ما يفردها بالطريقه الصحيحه، او لا قدر الله مثلا جنب عضو مهم يعني جنب العين او الانف او الفم لو حصل، او لا قدر الله ناحيه الاعضاء الداخلية تحبس البول، الطفل من الالم ممكن يحبس البول او كده. صحيح. البعد عن الأماء الوظيفة، لكن لو حرق بسيط مثلا في منطقة مفهش حركة أو النوع الأول خفيف يعني احمرار بس، ممكن يبقى يتعالج في البيت. في كريمات للحروق تنصح فيها دكتور؟ هذه اللي في المنزل احنا بس أهم حاجة اللي أنا ملاحظه أنه في ناس بتحط معجون الأسنان. هي مستمعين يعني معجون الأسنان هي فقط للأسنان، يعني ما نستعملها لعلاجات أخرى، يعني نستعملها للحرق
كان دي مهمة أوي، لأن حتى لما بيحصل ونيجي نحاول نشيله ما بيتشالش، يبقى لازق يعني ملتصق يعني كده. ايوه اوكي. فيعني في كريمات مخصصه في الصيدليات يلاقونها مخصصه للحروق، بالضبط. هذه بامكانها، اما انكم تستعملون معجون واشياء اخرى وخلطات اخرى الدكتور ما ينصحكم فيها. برضه من الحاجات المهمة اللي هو مش شرط الحرق يبقى مباشر، ممكن الدخان أو سموك ممكن يأثر على نفس الطفل. الدخان. فالمقصود من كلامي إن الحروق فيه أنواع كثيرة لازم ناخد منها، وتجنبها أساسا وتجنب مسبباتها دي مهم. بالنسبة للأطفال في البيوت، الخطورة في الحروق لازم المطبخ، ناخد بالنا من المطبخ، من المطبخ هو اللي بيبدأ منه مشكلة الحروق. ايوه، أس المركز، يعني مركز الحروق المركز هذه. ايوه، والغرفه بتاعت الكيف الملابس يعني والغرفة الكوي. هذول الحمد أخطر لله ما مكان. عندناش، ما نستخدمش دفايات يعني، انا مش عندناش مشكله دفايات والحاجات. والله دكتور لو الجو يصير بارد يعني ما عندنا إشكالية نستحمل الدفايات. ممكن، بس يعني بناخد بالنا من الحاجات دي. يعني أنا دائما أقول للناس حطوا نفسكم مكان الطفل وتخيلوا الأماكن اللي ممكن تجذبها، وإحنا نكون في مستوى الطفل ونشوف المكان من منظوره هو، من زاويته هو، وبعدين إحنا نحاول نغطي الأماكن اللي ممكن تكون خطيرة عليه. ما يصير إحنا نشوف المكان بطريقتنا إحنا كبالغين، الطفل يشوف الأمور يعني بالنسبة له يمكن هذا الفرن مكان جدا جميل إني يلعب فيه، فإحنا نحاول يعني قدر الإمكان إنه أول شيء مفروض الطفل ما يدخل المطبخ، ما الأطفال الصغار مفروض ما ندخلهم للمطابخ. دكتور شو رأيك؟ لا انا دي متفق مع حضرتك تماما. انا بس كنت عايز اضيف حاجه كمان، ان معظم الحوادث اللي بنشوفها بالرغم ان الاهل مثلا في بيتهم اخدين بالهم من الحاجات دي، لكن لما يروحوا بيت تاني زيارات تانيه يبقوا منشغولين بالزياره وبالكلام ويسيبوا الاطفال يلعبوا مع بعض، فيقوموا داخلين في اماكن الطفل اساسا مش عارفهاش، فممكن تحصل حوادث. فنحتاط اكثر خصوصا لما يروحون زيارات. ايوه زيارات المنزليه هذه نحتاط فيها ونخلي حد يراقبهم. يعني ما انا دائما اقول لا، حد يراقبهم يكون كبير ما يكونش طفل. اي طبعا، يعني ما نعتمدش على الاطفال انه يراقب طفل. لا ما اعتقد، ما اعتقد، مع ان تصير دكتور يسوونها الناس. ما عشان كده انا باكد عليها، ما نعتمدش ان طفل يراقب طفل. لا لا لا، واللي حضرتك قلتيه اللي هو ان الواحد لازم يفكر، يقعد كده يفكر بمفهوم الطفل، يا ترى بالضبط. وهو قاعد هيعمل ايه في الغرفه، بالضبط. يعني اتوقع المشكله قبل حدوثها. صحيح. دكتور لو نتحدث الحين عن حوادث الغرق وشو هي الاسعافات الاوليه لحوادث الغرق وكيف نتجنب هاي الحالات. هو طبعا اول حاجه في حوادث الغرق، في يحصل حوادث غرق في المنزل وخارج المنزل وفي المنتزهات وفي الفنادق والحاجات دي. فانا هبتدي من المنزل. المنزل اهم حاجه الحمام. انت حضرتك ممكن يبقى الطفل والدته بتحميه، الطفل شهور بتحميه في البانيو الصغير بتاعه، وجالها تليفون راحت ترد، بس بترد على التليفون قلب الطفل وتنسى. تنسى. فناخد بالنا من الحاجات دي. يعني الطفل اول ملاحظه احب اقولها، ما نبعدش عنه قدر ذراع. أقوى حاجة ذراع، يعني مثلا جيبي كده ذراع، هي ده بس، يعني حوالي 75 لقنا متر يعني بالكثير قوي يعني. تمام، ما بعدش عنه أبدا، دايما عيني عليه. ولازم أتوقع الحتت اللي فيها مية، يعني مثلا ساعات الأهل يسيبوا دلو في مية، يجي الطفل يبص فيه وراسه أتقل منه، لا قدر الله غاطس براسه تحت. إلى جانب مثلا حتى قاعدة الحمام ما يكرمك، يعني في طفل ممكن يبص وينزل فيها. البانيو، الجاكوزي، الحوض لو في ميه، اي تخزين ميه في خزان مثلا لازم في البيت لازم دائما مغطى باحكام بحيث الطفل ما يقدرش يخشها. صحيح. الى جانب الجانب الاخر في حمامات سباحه داخل البيت. صحيح. يعني جوه داخل سور البيت، فلازم يبقى دي معمول لها اجراءات الامان اللازمه جدا. يبقى محوطه مثلا بسور من كل جانب، سور على الاقل 420 سم، يكون بين العمود والثاني 40 سم، بحيث 20 سم سوري، بحيث ان احنا نقدر
يبقى لو في حاجة يبقى شايفينها وتبقى مغلق المكان، يعني ما هو سهل إنه الطفل يخشه. وبالذات في بعض أهلي يبقى اللي سايبين الباب ده مفتوح والطفل يقوم خارج من المنزل معدي على الحمام ومحدش أخذ باله منه. وللأسف سمعنا عن كثير من حوادث الغرق في أحواض السباحة الخاصة للمنازل. بالضبط. لأن الأهل ما ينتبهون على الطفل بطبيعتهم، هم يحبون الحوض ويغريهم الماي وكذي، فإذا ما كان في حد يراقبهم سمعنا الكثير من الحوادث المؤسفة بهذا الموضوع. بالضبط، هذه معظم الحادث حادث بتحصل في حادث منزلية في اللي هو الغرق في شبر ميه زي ما بيقولوا، يعني شبر ميه بتصل ليها. فالاجراءات الاحترازيه دي مهمه جدا، يعني لازم نفكر فيها دايما واحنا اثناء انشاء البيت اثناء التصميم، يبقى فيها الاجراءات الامان. حتى ممكن نحط الارم، انذار، كاميرا، ولو ان طبعا انا ما بفضلش اقولها لان في ناس بتعتمد عليها قوي فيحس بالامان، فاه ما فيش مشكله. لا أيوة. لازم كل الاجراءات المهمه دي وبعد كده نشوف. لا قدر الله بقى ان كيس بقى الحصل. دكتور الحديث معك شيق، نطلع فاصل قصير ونكمل معك حديثنا. لو تظل معانا على الخط ناخذ فاصل قصير مستمعين الأعزاء وبنكمل حديثنا مع الدكتور، راح يحدثنا عن الإسعافات الأولية للغرق، وبعدين راح نتحدث أيضا عن التشنج الحراري اللي تصير عند الأطفال. فاصل قصير وراجعي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 600551414، أو إذا تفضلون الرسائل النصية القصيرة 4006. كان معانا قبل الفاصل الدكتور أحمد عبدو، كان يحدثنا عن الإسعافات الأولية، ووقفنا عند الإسعافات الأولية لحالات الغرق وخصوصا في المنازل. دكتور أحمد الحديث معك شيق يعني، وحابين نكمل معك الحديث عن الغرق وشو التصرف وقت الغرق. دكتور، هو طبعا التصرف وقت الغرق هو إخراج الطفل من المكان اللي فيه الغرق. صحيح. دي أول حاجة، يعني ما نسيبش وننادي حد لا، أول حاجة نخرجه وننيمه على جنبه بحيث إذا كان في مية ممكن تخرج ما يبلعهاش، وكمان عشان اللسان ما يخشش للخلف بيأثر على جهاز التنفس. ونشوف حركة النفس ودقات القلب. مهم جدا إن الأهل أو كلنا نبقى نعرف إزاي اللي هو المعاش القلبي الرئوي، وده مهم جدا. فلو افترضنا لا قدر الله نحتاج العاش للقلب، فبنضغط على تبنيك القلب زي تقريبا زي ما بعد 1 2 3 4 كده، يعني أقل من الثانية. يعني أنا دائما أنصح الناس يأخذون هذه الكورس الإنعاش القلبي، هذا جدا مفيد يعني في الجميع، يعني وخصوصا للأهالي اللي عندهم أطفال صغار يأخذون هذا الكورس مدة يوم أو يومين، ويكونون يعني عارفين بالضبط كيفية الطريقة الصحيحة في الإنعاش والطريقة الصحيحة أيضا في حالات الاختناق أيضا. يعني الثواني دي بتفرق جدا، تفرق. ولو احتاج نفس ممكن يدونه نفس عن طريق الفم، بس طبعا بيفرد الرقبة شوية بحيث ان المسعف اللي بيسعف الطفل يحط فمه على الفم الطفل ويدينه نفسين. لو هو لوحده بيدي كل 15 ضغط على الصدر واثنين نفس طول. لو هو الواحد بيدي 30 ضغط على الصدر واثنين تنفس. طبعا يمكن الحين صعب انهم يتخيلون يعني هي عايزه تدريب، هي لازم تدريب مع محاضره وفيديو وكل شيء. يعني مستمعينا، يعني انا انصح الجميع على الاقل لو ياخذ هذا الكورس مره في الحياه عشان بس يعني يعرف يتصرف. سبحان الله، يمكن يحتاج هاي المهارات، فهذه تعتبر من المهارات الاساسيه في الاسعافات الاوليه، انا انصح فيها للجميع. دي إجراءات لو حدوث الغرق في المنزل. دي طبعا خارج المنزل،
يعني في النوادي، المنتزهات، الحدائق، في حتى النافورات، يعني في أطفال يرقوا في النافورة، فلازم الأهل ياخدوا بالهم أثناء التنزه خارج المنزل. ويفضل طبعا يبقى فيه لوحات، يعني رأيي يبقى فيه لوحات إرشادية في حالة حدوث حاجة، كيفية الأهل يتصرفوا، والأرقام بتاعة الطوارئ تبقى موجودة، يعني إن الإسعافات الأولية اللي اتعمل في مكان الحدث، والأهل أو اللي هم إذا كان حد ماشي وشاف ولاحظ حاجة دي يقدر ينقذ أي طفل من الغرق، ويتصل بالطوارئ أو الإسعاف أو الدويهل سفارات اللي هي الأرقام بتاعتهم. دكتور، لو نتحدث عن موضوع أيضا مهم اللي هو التشنج الحراري عند الأطفال، وكيف إحنا نتعامل مع هذه الحالة في المنزل. لو نحن أنا أعرف أن هذه حالة جدا شائعة للأطفال، فلو تحدثهم شو هو التشنج الحراري وكيفية التصرف. هو التشنج الحراري هو الاسم تشنج حراري نتيجة الحرارة، أن نتيجة الحرارة تعمل التشنج. غالبا عشان نقول ده تشنج حراري بيبقى في الأطفال بين سن 6 شهور إلى 6 سنوات، يعني ما قبله مش غالبا مش تشنج حراري طبعا، ولا ما بعد هذا السن. وبيبقى غالبا في استعداد عائلي، يبقى مثلا الأب أو الأم أو الخال أو حد كان عنده وهو صغير كان نفس الحكاية دي، فالصفة دي غالبا بتورث. التاريخ العائلي ده أول شيء. تاني حاجة الارتفاع درجة حرارة الطفل أول اللي ممكن يوصله للتشنج الحراري في مثل هذا العمر. الأهل في الحالات دي بتبقى تجربة صعبة ومخيفة جدا طبعا، لما يشوفوا ابنهم بيتراش وفقد الوعي وعينيه لفة لفوق واهتزاز قوي، فتبقى تجربة صعبة. فالأهم شيء الأهل يبقوا يعني يهدين، يتحكم، ما يتعجلوش ويشيل الطفل بسرعة زي ما هو كده ويجري على أقرب مستشفى، ده مش صح. يهدي الطفل، يستحمل المضى ده، يحط الطفل على جنبه، ما يحطش أي حاجة في فم الطفل، يقول لهم أحط مثلا خشبة أو معلقة عشان أفتح، لا، ما يحطش حاجة في الفم، هو بس يجيبه على جنبه وما يحطش حاجة في الفم، وما يمسكوش يقول التشنج فيقوم ماسك ايده عشان تقف التشنج، لا، التشنج مش عارف ده ممكن يزيد، ويسيبه لغايه لما يستقر، هو هيروح لحاله في خلال دقيقه الاثنين بالماكس، الغالبيه العظمى يعني مش كتير. اللي انا عايز اكد عليه ان في بعض الاهل بيقولوا ده تشنج ويكون ده ركفه، الطفل بيرتجف، ففي فرق بين الاثنين. الركفه غالبا الطفل عينيه ما بتلفش لفوق وما بيعملش بول أو براز على نفسه يعني، لكن التشنج الحراري يبقى فيه، لازم يبقى فيه السن اللي اتحرك عليه وحرارة واستعداد عائلي، وممكن الطفل لونه يتغير ممكن يترقى أو يبيض ويعمل بول أو براز لا إرادي في الحالة دي. فهي ده توحية التشنج الحراري. وأحب أكد أنه يعني آمن، ما ليس له تأثير مخيف على الطفل، وبيخف لما الطفل بيكبر يعدي فوق 5 إلى 6 سنوات، غالبا بيحصل مرة في الفترة دي، ساعات تحصل مرتين أو ثلاثة في بعض العائلات، وفي عائلات تبقى خايفة من هو. بعد ما نتحكم بس في التشنج ده في البيت، لازم نروح لأي أقرب مستشفى أو كلينيك يبقى عشان نعرف سبب الحرارة دي. أيوة. التحكم في التشنج ده أول شيء. تاني حاجة نعرف سبب التشنج، غالبا بيبقى سبب الحرارة، بيبقى غالبا بتبقى التهاب مثلا بكتيري أو فيروسي، والطبيب بيحدد، وغالبا بتبقى التهاب مثلا في الجهاز التنفسي، الهلوي، الزور، الحلق، الودان، أوكي، من هذا القبيل. معناته هذا شيء يعتبر يعني جدا عادي للأطفال اللي أقل من 5 سنوات نتيجة ارتفاع درجة حرارة جسمهم، بالعادة هم يمكن يتعرضون. فهي الفكرة أنك أنت تكون عارف أنه ممكن يصير لهذه الحالة، التصرف أنك تتحط على جنب إلين ما الحالة تروح، وبعدين تأخذ إلى أقرب مركز لطبيبة وتشوف الطبيب وتقييم الطبيب للحالة، لأنه يختلف نوع طريقة التشنج، ليش صار التشنج وشو أسبابه، ومن هناك يكون التقييم والنصايح من عند الطبيب المختص.
هو طبعا ساعات احنا بنقول للاهل يعني يا ريت توصفوا لنا التشنج بالظبط. بالضبط، هي يفرق تراه يفرق. بيفرق، وساعات يعني بس هي صعبه شويه، وساعات نقول لهم لو ممكن نصوروا فيديو بحيث بالكاميرا يعني بتاعت الموبايل كفيديو، بحيث ان لما الطبيب يشوفه، لان بتفرق معانا بحيث هل التشنج ده يفرق. كل انحاء الجسم ولا جنب واحد، لان بتفرق، والمده قعدت قد ايه، دقيقه اتنين تلاته، ايه تهمنا الحاجات يفرق. دي يعني. اهم شيء انهم ما يتوترون ويعرفون يتصرفون وياخذونهم وياخذون استشارة الطبيب، ومن عقبه يكون يعني الحالة وعلاج الحالة يعتمد على تقييم الطبيب في نهاية المطاف. بس الفكرة انك انت كولي امر لازم تعرف انه ممكن هذا الشيء يصير اذا درجة حرارة طفلك ارتفعت وكان تحت ال5 سنوات، فهذا يعتبر من الاشياء اللي احنا نشوفها وايد في الطوارئ دكتور. بحكم أنا أتذكر يمكن كنا نشتغل فكنا نشوف هذه الحالة كثير، فكان إذا الأهالي كانوا لهم خبرة فيقولون هي إحنا متعودين، الأهالي الجداد متعودين كان يعني كانوا شوية متوترين بزيادة يعني. بالضبط. أي وفي حتى احب اكد عليها، هو طبعا من في بيحصل تشنج حرارة بيبقى لاول مره، بيبقى الاهل مش عارفين، لكن انا احب انصح لو الاطفال المره دي طبعا يجيلهم حراره وكده كتير، فيا ريت الاهل يبقى عندهم أي طبعا اول حاجه قياس الحراره، دواء الحراره، اول ما يحسوا ان الطفل فيه حراره بالقياس يدوا له دواء الحراره، ويعملوا له كمادات بميه صحيح بماء فاتر، فدواء الحراره ايا كان تحاميل او شراب لازم يبقى متوفر في البيت. دكتور أحمد، لو تعطينا نصيحة أخيرة توجهها للأهالي بخصوص الإسعافات الأولية، في بالنسبه للتشنج الحراري يعني إذا لك نصيحة أخيرة توجهها للمستمعين بشتى الحالات. هو الوقايه خير من العلاج طبعا، فاحنا ناخد بالنا من الحراره ما تزيدش بحيث ما يحصلش تشنج حراري. تاني حاجة أحب أقول للأهل ما تبعدوش على أطفالكم قدر الذراع لأي مكان، مش شرط حوادث الغرق ولا الحروق، ممكن الكسور، السقوط، ممكن اللي هي الحوادث المنزلية العادية، فدي مهمة جدا. تالت حاجة يا ريت إحنا كأهل وكبار نفكر نحط مكاننا مكان الطفل ونفكر بالضبط. في مثل يس التفكير. أنا أتفق معك وأضم صوتي لصوتك دكتور أحمد، الحديث معك صراحة جدا شيق والموضوع يعني ما له نهاية، أكيد بتكون لنا حلقة ثانية راح نتحدث فيها عن الإسعافات الأولية أيضا. دكتور أحمد عبده أخصائي أول طب الأطفال، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا تمام. كان معنا الدكتور أحمد والحديث معاه يعني عادي جدا أني أنا قعد ساعة نتحدث عن هذه لضرورة وأهمية الموضوع مستمعينا الأعزاء. يعني دائما إحنا لازم نخلي المكان المنزل ومكان تواجد الطفل جدا آمن، ونحط نفسنا في مكان هذا الطفل ونتخيل الأماكن اللي ممكن تشكل خطورة عليه، ونحاول أن نسيطر على هذه البيئة قدر الإمكان. إحنا نعرف أنه جدا صعب، ولكن في أشياء نقدر، أشياء بسيطة نقدر نسويها تحمينا من حوادث جدا وخيمة. ومن الإسعافات الأولية راح نتحدث عن سرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي، وعشان نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع يسعدني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هناء سلامة، أخصائي الطب الوقائي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة هناء. دكتورة هنا. ألو، السلام عليكم. أهلين دكتورة هنا. صباح الخير، كيف حالك دكتورة؟ تمام الحمد لله. دكتورة هنا زميلتي في أخصائية الصحة العامة، يعني يسعدني يشرفني دائما أني أستضيف أحد زملائي في نفس التخصص. دكتورة هنا فخورة أنك أنت من ضمن تخصصنا ومن ضمن فريقنا أيضا. دكتورة لو تحدثين المستمعين عن مرض سرطان الثدي، وهل هناك أسباب محددة مرتبطة بهذا المرض؟ طب في الأول صباح الخير للجميع. حبينا بس نعرف إيش معنى سرطان الثدي. سرطان الثدي بكل بساطة هو عبارة عن زيادة في انقسامات الخلية الموجودة في الثدي، في انقسامات طبيعية وفي انقسامات غير طبيعية. اللي بصير في السرطان إنه في بتتشكل الخلايا هذه تنقسم بشكل كبير وبشكل غير مدروس وبتتراكم، فبسبب تراكمها هذا تكون كتل سواء في الثدي
أو في المنطقة اللي تحت الإبط. صحيح. سرعة الانقسام أو التراكم هذه ما حدش بيقدر يحددها إنه خلال قديش ممكن يتكون. بس إنه السرطان الثدي عادة من نوعية الأشياء اللي هو له مراحل، بس في مرحلة ما بينتقل من الثدي إلى الغدد الليمفاوية اللي موجودة تحت الإبط، وممكن لا قدر الله ينتشر لأماكن أخرى في الجسم. وهل في أسباب محددينها مرتبطة بهالمرض؟ وهل أنماط الحياة عندنا وعاداتنا الغذائية تتأثر في الإصابة بالمرض أو أن نقي نفسنا منها؟ طب في حاجات بشكل عام لاحظوها. يعني طبعا السرطان الثدي ما هوش حكرا على النساء. في نسبة 1% من الرجال يصابوا بالسرطان. هاي المعلومة ما يعرفونها الرجال يعني، ويمكن يعني احنا بعد مقصرين في توعيتهم في هاي الناحية، يعني من الممكن ان الرجال يصابوا بسرطان الثدي. بالضبط. لانه احنا في الغالب يعني التوجه العام انه الانثى. بالضبط. عشان هيك من عوامل الخطورة كون الشخص المصاب انثى، لانه الإصابة اعلى بين النساء. الانثى نفسها كل ما زادت في العمر نسبة يعني قابليتها للإصابة بتزيد، أو كعامل خطر يعني تقدم في العمر. بالنسبة لإلها كمان إذا كانت بدت معها الدورة الشهرية أقل من 12 سنة، طيب أول ما بدت معها، أو إنه طولت عبال ما توقف معها. صحيح. الدورة الشهرية كمان إذا اتأخرت في إنجاب أول طفل أو لم تنجب. هذا كمان من عوامل الخطورة اللي هي ممكن تحطها في يعني في مرحلة من المخاطر. إذا صار معها إصابة سابقة في الثدي. صحيح. بمشاكل، أو إنه أصيب واحد من أصيب واحد من الثديين بالسرطان، فيعني الإصابة في الثدي الثاني برضك واردة. زي ما قلت دكتورة، التاريخ العائلي إذا كانت الأم الأخت أو الإبنة أصيبت قبل هيك، فهذا بيعرضها للموضوع هذا. إذا كانت كمان قبل هيك في السابق، يعني لقدر إذا كان إجاها نوع من إحنا بنسميها الليمفوما، اللي هي التهاب الغدد الليمفاوية، واضطرت تتعرض لعلاج إشعاعي، فهذا كمان من الأشياء اللي ممكن تسبب تحطها ضمن الخطر. في حريم بتضطر صراحة لما يعني بتخش أو بتقرب من سن الأمل بتصاب بأعراض كثيرة، فعشان نخفف من الأعراض هذه تلجأ إلى استخدام العلاج الهرموني اللي هي حبوب. فتناولها في مجموعة من السيدات اللي بتتناول هذه الحبوب الهرمونية ممكن يعد هذا من عوامل الخطر اللي ممكن تواجه الست اللي أخذتهم. أيوة. أنا دائما مهم عندي دكتورة أن نتحدث عن الوقاية من سرطان الثدي، لأن في أشياء بالفعل مو في إيدها، الجينات وتاريخها العائلي وما إلى غير ذلك، لكن في جانب جدا مهم اللي هو نمط حياتها، العادات اللي هي تمارسها، هذا يأثر أيضا في إصابتها أو عدم إصابتها بسرطان الثدي. فلو شوية نتحدث عن جانب الوقاية من سرطان الثدي نتحدث عنها، لأن أنا بالنسبة بالي دائما أقول إن إحنا لو نحمي نفسنا من الوصول للمرض بالطبع، يعني هذا شيء أفضل بكثير من إن إحنا نبدأ مرحلة العلاج من المرض. أكيد دكتورة، أوافق طبعا هذا الكلام، أكيد صح 100%. إحنا دائما بننصح بنمط حياة صحية متوازنة، من ناحية الأكل يكون صحي ومتوازن، يكون نظام الغذائي متوازن. السيدة إنها لو في مجال إنه هي تمارس رياضة ولو خفيفة، يعني نص ساعة في اليوم، هذا كمان بيساعد إنه كمية النشاط اللي في جسمها تظلها مستمرة. دائما بننصح السيدات إنه هي من سن 20 سنة تبدأ تتعرف على ثديها، تبدأ تعمل اللي هو الفحص الذاتي. إنه كل شهر يعني تتأكد إنه ما في شيء حاجة غريبة في شيء. فكل ما اكتشفت الأشياء بدري، كل ما إنه الواحد قدر يتوجه
للطبيب المختص بحيث انه يعمل الفحص السريري يتاكد اذا في حاجه او ما في حاجه وعشان يطمئن طبعا. بالاضافه لنرجع بنقول انه السيدات اللي بتحتاج تستخدم العلاج الهرموني عشان تخفف الاعراض الناتجه عن الهاي لو تستخدم اقل جرعه لاقصر مده هذا كمان بيساعد انه هي نسبه الخطوره بتكون اقل كثير بالنسبه لها. المتابعة بشكل دوري مع مع الطبيب خاصة لو في يعني تاريخ عائلي أو موجود الموضوع هذا بالأسرة فإنه بتحتاج تعمل فحص دوري. يعني إذا هي فوق 40 سنة بتحتاج إنها تتابع وتعمل الماموغرام أو صورة سينية للثدي كل سنة أو كل سنتين على حسب الحالة اللي بيشوفها الطبيب المتابع لها في العيادة. يعني عشان نتكلم عن الكشف المبكر دكتورة، أنا أشوف أن أي امرأة فوق 20 سنة لازم تبدأ تفحص نفسها ذاتيا مرة كل شهر، ويفضل بعد الدورة الشهرية، وبعدين تبدأ الماموغرام هذا تبدأ يعني تسويه من 40 سنة وطالع، إلا إذا كان عندها تاريخ عائلي إحنا ننصح أنها تبدأ أبكر من هذا الوقت. وبعد دكتورة يعني إذا شافت أي شيء متغير عليها تلجأ على طول للطبيب، ويبدأ الفحص طبيبها يبدأ الفحص، وعشان كل ما احنا اكتشفنا الحالة مبكرا كل ما كانت النتائج جدا مبشرة وإيجابية وسرعة الشفاء ونسبة الشفاء تكون أعلى. صحيح دكتورة. من الأشياء اللي السيدات اللي لازم تنتبه لها في الفحص الذاتي انه هي لازم تراقب اذا مثلا صار ظهر عندها ألم بثديها مش موجود قبل هيك، هذا الألم واستمر فترة طويلة ما إلوش علاقة بالدورة. إذا لاحظت إنه في تغير بالحجم أو بشكل الثدي، الجلد صار فيه احمرار أو صار اتحول زي بنسميه زي البرتقال، كيف قشر البرتقالة، قشر البرتقالة نفس الحاجة. إذا صار في تغيرات في الحلمة، صارت يعني بدل ما هي لبرة دخلت لجوة، أو صار في إفرازات من الحلمة، خاصة الأشياء اللي فيها دم يعني. احنا ليش نقول لها هي ليش نقول لها كل شهر فحصي؟ لاني اذا هي فحصت كل شهر اذا لاحظت اي تغيير على طول بتلاحظ، يعني لان هي شهريا تسوي هذا الفحص، ففكره الفحص انك انت يوم تسوينه بشكل شهري بتلاحظين اي تغير بسرعه. ايوه تمام. وهيك التقاط الست للتغير ولو كان بسيط طيب بدري احسن من انه هي تتاخر في يعني كل ما تعرفتي على صدرك بدري والتقطت الاشي بدري طيب حيكون من الاسهل انك تتلقى العلاج، والعلاج يكون يعني زي ما بقولوا ايش مش انه شديد ويضطر لا قدر الله انه يشيل الصدر كامل. الدكتور دكتورة هنا سلامة أخصائي طب الوقاية، شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. شكرا. كانت معنا الدكتورة هنا وحدثتنا عن الوقاية من سرطان الثدي. وكالعادة مستمعينا لاحظنا أن أنماط الحياة الصحية والكشف المبكر يقع في قائمة أولويات الوقاية دائما وأبدا. هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للمخرج المبدع الأستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر للتنسيق عندنا كانت نجاة السويدي. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم في صحة وسلامة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.